أنا معكم مريم معلمة الصمت. شو بتعلمنا مريم بصمتة؟ أحبائي، ببداية إنجيله يوحنا بخبرنا إنه في البدء كان الكلمة، الكلمة اللي هي كلمة الله، يلي قدرت دخلت بعمقة وبسرة مريم، قدرت فهمت وأدركت إنه وقت الكلمة يلي عم تولد منا واللي هي إلى القيمة الأولى بحياتها، لما بتكون هيدي الكلمة هي صارت الناصعة، هي صارت الأولى، هي الأساس، شو بعد تنفع كلمة الإنسان؟ حتى كلمتها مريم خفتها. من هيك عاشت مريم هيدا الصمت بمسيرة حياتها. كلنا منشوف إنه مريم كانت قليلة الكلام، لأنه أدركت إنه الكلمة لما بيكون حي فيها ما بيعود فيه قيمة لأي كلمة إنه تنطقها. سمعان الشيخ بمشهد من المشاهد بيقول لمريم: سيف سيجوز في قلبك. مع كل هيدا الألام، بيقول هيدا النص بختامه، كانت تحفظ مريم كل شيء وتتأمل به في قلبها. أقولكن، كانت وحدة؟ أكيد ما كانت وحدة، ولو كانت وحدة كانت دخلت بعمق الكآبة واليأس. سيف سيجوز في قلبك. والدليل إنه مريم على الصليب بقوة مفاعيل ثمار حضور ابن الكلمة الناطقة بشهادة حياتها، مريم قدرت تخطط هيدا السيف وقدرت عاشت هيدا المفاعيل العظيمة. من هيك مريم، أنا وإنت وإنت وكل واحد منا بتعلمنا بصمتها نعرف نختبر قوة مفاعيل الصمت أكتر من أعظم الكلمات. صدقوني، أكبر العظات وأكبر الكلمات الممكن تنقال ما بتنقاس قدام الصمت المعاش بشهادة حضور الكلمة الحي فينا. نيالنا إذا عرفنا نعيش هيدا الصمت وتعلمنا من مريم نعرف نحول صمتنا لكلمة ناطقة، وبالتالي الإنجيل ما بيعود إنجيل مكتوب بالكلمات، بتصير شهادة حياتنا عمثال مريم ناطقة بصمتنا، وبالتالي منصير إنجيل حي مفتوح لكل إنسان. والله معكم.